يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. النهاردة هيكون معنا كل الأخبار اللي تابعتوها على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع، ودلوقتي هنبتدي بفقرة ترانز أوف ذا ويك اللي هيكون معنا فيها نصر الأهلي يحلق في المغرب، وديع أحدث أعمال جورج وسوف، هنا يسري تبكي الجمهور. طبعا من اهم الموضوعات المتصدره الترند على السوشيال ميديا حاليا هي مشاركه النادي الاهلي للمره الثامنه في تاريخه في بطوله كاس العالم للانديه والمقامه حاليا بالمغرب. الحقيقه الناس ومحبي ومشجعي النادي الاهلي تفاعلوا بشكل كبير جدا مع كل تفاصيل الموضوع، بدايه من جلسه التصوير للاهلي بالزي الرسمي للبعثه، مرورا بكل التفاصيل ومنها الاستقبال الاسطوري اللي حصل للبعثه في المغرب. طبعا النادي الاهلي هيلعب اول مباراه ليه النهارده مع نادي اوكلاند سيتي، والماتش هيكون الساعه 9 مساء، وكلنا بنتمنى التوفيق للنادي وانه يوصل لابعد نقطه في البطوله زي ما عودنا دايما. النجم جورج وسوف متصدر الترند على السوشيال ميديا من وقت الاعلان عن وفاه ابن وديع، وكلنا طبعا تابعنا حاله التعاطف الكبيره من الجماهير معاه. الاسبوع ده جورج وسوف لسه برضه متصدر الترند معانا، بس المره دي بسبب اعلانه العوده للغناء مره ثانيه، وقال في البيان الصادر عن مكتبه الاعلامي ان عودته للغناء مره ثانيه هتكون باغنيه هو شغال عليها حاليا اسمها وديع. وطبعا اسم الاغنيه اثر جدا في كتير من المتابعين للنجم الكبير، وبدات الناس تتكلم عنها حتى قبل ما يعرفوا اي معلومات تخصها. وبالرغم من التكتم الكبير حوالين كلمات الاغنيه الا ان كتير من الناس على السوشيال ميديا توقعوا ان الاغنيه هتكون حزينه جدا، خصوصا انها هتتكلم عن مشاعر اب فقد ابنه. انا بنت ابويا اغنيه قدرت انها تخطف قلوب الناس وتتصدر الترند خلال الايام اللي فاتت. الاغنيه اثرت جدا في الناس لاكثر من سبب، اولهم طبعا كلماتها الجميله واللي كتبتها منى عدلي القيعي، ثانيا الاحساس الاكثر من رائع اللي غنت بيه هنا يسري الاغنيه. طبعا كلنا عارفين ان هنا يسري هي بنت الفنان الكبير الراحل ابراهيم يسري، هي طول الوقت بتكتب عنه على صفحاتها على السوشيال ميديا، وواضح جدا تعلقها بيه، وده طبعا يفسر لنا ليه الاغنيه اثرت فينا كلنا لانها كانت مشاعرها حقيقيه في كل كلمه. كمان الفنانه الشابه رنا رئيس ابكت جمهورها ودخلتهم في حاله من الحزن الكبير، وده بعد مشاركتهم بفيديوهات على صفحات الخاصه بيها على الانستجرام، والفيديو ده كان عباره عن مجموعه من الصور بتجمعها مع والدها الراحل، وكان الفيديو على انغام اغنيه بنت ابوها. وبكده تكون خلصت فقره ترانز اوف ذا ويك.